احنا تجاوزنا ال 37 مليار اللي هو ما حصلش قبل كده. ممكن ناس تقول لك طيب ما هو الاحتياطي ده في جزء قروض، كويس، مش عيب ان يبقى في قروض. القروض دي هتدفع يعني. انا دايما الناس اللي يعني بتاخد الجوانب السلبيه شويه وتبص لها وتعمل فوكس عليها، انا عايز اقول ان النهارده الاقتراض والاقراض ده اداه يعني بديهيه في الاسواق الاقتصاديه. يعني حتى احنا شغل البنوك النهارده، يعني وانا البنك شغلتي ايه؟ انا شغلتي اقراض. يعني حضرتك داخل تعمل مشروع ما، مصنع ما الى اخره، بتبدا بجزء من اموالك وجزء بتقترضه من البنوك. الجزء اللي بتقترضه من البنوك ده بتبدا في بدايه حياه المشروع، تبتدي المشروع بتاعك ينتج. بعد ما ينتج ويبقى عندك دخل وعائد منه، تبتدي يحصل سداد لهذه القروض الى ان تنتهي فتره الاستثمار دي كلها، وتنتهي في النهاية ان المشروع اصبح ملك خالص للأونرز بتوعه او المساهمين بتوعه الاصليين، والقروض كلها تسددت. يعني خطورة الاقتراض ان انت تقترض وانت ما انت عندكش رؤية، او انت شايف انت او تصرفه زي ما كان بيتصرف زمان، او هتصرفه في حاجات في غير محلها، كويس. انما النهاردة انت كل الحاجات اللي يعني انت النهاردة محتاج كدولة محتاج بنية أساسية وبنية تشريعية اتعملت، واتعمل قانون استثمار، واتعمل لوائح تنفيذية، اللائحة التنفيذية. النهاردة الانفراستراكشر اللي بيحصل في البلد ده عنصر هام جدا لجذب الاستثمارات. النهاردة حتى شبكة الطرق اللي بتتعمل، المدن، فكرة مثلا زي العاصمة الإدارية، كل ده انت بتعمل ستريتشنج او يعني توسيع للخنقة اللي موجودة داخل التركز اللي موجود جوه القاهرة. دي معوقات استثمار. النهاردة عشان حضرتك تتحرك جوه البلد او بتجد صعوبة شديدة جدا. فكلها ده دور الدولة اللي بتعمله.